السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أبنائي الأعزاء؟ How are you, my dear students? Welcome back to our school. Today we are going to learn some verbs in past tense. Let's read them together and see how do we use them in a sentence. Let's go. زرت، زرت. قابلت، قابلت means I met. قرأت، قرأت. قضيت، قضيت. سافرت، سافرت. استمتعت، استمتعت. I can say زرت صديقي في الهند. I can also use قابلت، قابلت أصدقائي، قابلت أخي، قابلت أمي. قرأت قصة جديدة، قرأت كتبا كثيرة في الإجازة. قضيت I spent time، قضيت وقتا سعيدا مع أسرتي. سافرت إلى دبي في الإجازة. استمتعت بالعطلة الصيفية. I enjoyed my summer holiday. Thank you.